بيطلع أسماء وعباقرة وشباب كتير قوي، ونتفاجئ بيهم موجودين في جامعات بره في العالم وبيبقوا خارجين من جامعات مصرية. بقول لحضراتكم الكلام ده ليه؟ لأنه بيبقى فيه يعني مؤتمرات، تجمعات مختلفة بتتم في الجامعات احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها، زي اللي بيحصل في بنها. منافسات بتتم في جامعة بنها كان فيها عقول شابة بتشتغل في ايه؟ بتشتغل تحديدا في الحاسبات والمعلومات، ودي النسخة الرابعة منها. بيطلعوا يقدموا شغلهم ويتعاملوا مع تطبيقات مختلفة نتفاجئ بيها موجودة في العالم وهم بيبقوا حوالينا ومش حاسين بيهم، وبالتالي كان لازم نروح ونشوفهم ونتعرف عليهم وحضراتكم كمان تتعرفوا عليهم. تحت رعاية جامعة بنها نظمت كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي حفل توزيع الجوائز في ختام مسابقة أولمبياد الحاسبات والمعلومات في نسختها الرابعة، حيث شهدت مشاركة الطلاب من مختلف 14 جامعة خاصة وحكومية بهدف تصميم وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية في مجالات تخدم التحول الرقمي للجهات الحكومية. مشاركة الطلاب في المسابقات ما بتبقاش تحكيم ومسابقة بيشترك بيها بس، بنلاحظ على مدار السنين ان الطالب اللي بيشترك في مسابقة مفهومه للعمل نفسه بيختلف، الطلاب دول هم اللي بيشتغلوا في افضل الاماكن، وبالذات السنة دي ان احنا مختارين موضوع للمسابقة بيشمل او بيخدم التحول الرقمي في الجهات الحكومية المصرية. لازم نأهل ولادنا وبناتنا على ان هم لازم يؤمنوا ويتأكدوا ان هذا هو المستقبل، التحول الرقمي ومعالجة البيانات، بيانات البيج داتا، البيانات الضخمة وغيره، كل الكلام ده هو عبارة عن منظومة كاملة لها تطبيقات في كل مجالات العلوم وفي كل مجالات الحياة. ونجحت كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات المنصورة وقناة السويس وبنها في حصد المراكز الأولى على الترتيب، على أن يحصل الفائزون على جوائز مادية وفرص تدريبية في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات. احنا 4 من كلية حسابات ومعلومات جامعة المنصورة عملنا أبليكيشن اسمه بلوكيفاي. بلوكيفاي ده أبليكيشن طبي بيجمع كل المعلومات الخاصة بالمريض في الحالات المرضية السابقة، زي بيعمل له ريكورد مثلا وبيسجله، بحيث ان هو لو كشف مثلا في مكان معين وحب يروح يكشف في مكان تاني مختلف يبقى الداتا بتاعته موجودة، بدل ما يبقى يسجل على سيستم جديد من أول وجديد، فيبقى كأن المستشفيات كلها مربوطة بسيستم واحد مع بعض. الطلبة يعني بسم الله ما شاء الله كانوا على مستوى عالي، حطيتني تحت ضغط اللي هو ضغط الشغل نوعا ما، ازاي اعمل مشروع كبير وازاي اقدمه وازاي اشرحه قدام الدكاتره المختصين في المجال اللي انا بشرح فيه، مش دكاتره اللي ما يعرفوش يعني عن التقنيه، لا ناس فاهمه جدا. سباقات طلابيه في اهم مجالات المستقبل التنافسيه تنتج عنها افكار ووجوه ربما تسهم في حل مشكلات المجتمع باذكى الحلول. احمد عبدو، MBC مصر.